بلادي وعن حقد لا عادي تعيش السعودية. سلامي على بلادي بموتي وميلادي وعن حقد لا عادي تعيش السعودية تعيش السعودية. تعيش السعودية بلدنا نباهيبة ونبقى نماريبة وبالمجد والهيبة. تعيش السعودية تعيش السعودية متجدد ومتفرد كل العزم متوقد والكل له يرد. تعيش السعودية من يقدر يضعينا وهو مدنا وفينا نبني على يدينا. تعيش السعودية نوفي مع عقايدنا ما نخلف عوايدنا ويدنا مع عايدنا. تعيش السعودية تعيش السعودية تعيش السعودية مالكنا رمز لمه وهمنا من همه ودمنا من دمه. تعيش السعودية حما الدار والديرة حما الجار والجيرة وبالسيف والغيرة. تعيش السعودية تعيش السعودية تعيش السعودية لا قبله ولا بعده ويمينه ولي عهده يوعد ويوفي وعده. تعيش السعودية هذا ملكنا الغالي قايدنا للمعالي على مدى الأجيال. تعيش السعودية أمالينا نبنيها وأحلامنا نجنيها وعهودينا نوفيها. تعيش السعودية تعيش السعودية تعيش السعودية هنا 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 والله العالم سنا العلم والعالم وغصبا عن الظالم. تعيش السعودية تعيش السعودية تعيش السعودية سلامي على بلادي بموتي وميلادي وعن حقدنا عادي. تعيش السعودية تعيش السعودية بلدنا نباهيبة ونبقى نماريبة وبالمجد والهيبة. تعيش السعودية تعيش السعودية متجدد ومتفرد وبالعزم متوقد والكل له يرد. تعيش السعودية من يقدر يضعينا وهو مدنا وفينا نبني على يدينا. تعيش السعودية نوفي مع عقايدنا ما نخلف عوايدنا ويدينا مع عايدنا. تعيش السعودية تعيش السعودية تعيش السعودية مالكنا رمز لمه وهمنا من همه ودمنا من دمه. تعيش السعودية حما الدار والديرة حما الجار والجيرة وبالسيف والغيرة. تعيش السعودية تعيش السعودية تعيش السعودية لا قبله ولا بعده ويمينه ولي عهده يوعد ويوفي وعده. تعيش السعودية هذا ملكنا الغالي قايدنا للمعالي على مدى الأجيال. تعيش السعودية أمالنا نبنيها وأحلامنا نجنيها وعهودينا نوفيها. تعيش السعودية تعيش السعودية تعيش السعودية هنا 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 والله العالم سنا العلم والعالم وغصبا عن الظالم. تعيش السعودية تعيش السعودية الله وجيهكم بيض الله وجيهكم والله الله يهينكم بيض الله وجيهكم لا انت يا هز الله يعزك يعطيك العافيه الله يعزك يا حبيبي. والله نتمنيناك اليوم على الغداء الله يكرمك الجنه يا حمودي. تعيش صوتك صوتك بس اكيد
لمات الجميلة أفضل. لا حبيبي. لا والله لا والله. نصح بوح. أجل والله بيض وجيهكم. أعزائي المشاهدين بيض الله وجيهكم، كانت فقرة مرة حلوة حصلوا الشباب على نسبة 64 وإن شاء الله نعوضهم في قادم الأيام. 64. عساها كانت حلقة خفيفة ولطيفة. كان فيه شوية خمول فلاني كسل شوية كذا، اعذرونا. الله يوفقنا وياكم، نلقاكم غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.